اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار. نجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ اهلا وسهلا بك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. كله تمام. ايضا استاذنا وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسامه؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك. سعداء بوجودك معانا. ربنا يخلي حضرتك القناه وجمهورها والاستاف، انتم منورين دايما. ربنا يخليك يا كابتن. لكن خليني بس اقول لحضراتكم ان يد الاهلي النهارده بيهزم دون بوسكو الإيفواري 36-17 في ثاني مواجهات بطولة إفريقيا. أيضا النادي الأهلي للكرة الطائرة رجال بيهزم فاب الكاميروني 3-0 في البطولة الأفريقية للطائرة. إن شاء الله بكرة، إن شاء الله بكرة هنعلن على حضراتكم إن شاء الله خبر جيد بخصوص هذا الأمر. النهاردة برضو كان سموحة بيهزم الاتحاد السكندري بخماسية في الدوري العام المصري، والنادي المصري يتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، ده في الدوري العام المصري. أعتقد بيراميدز كان بيلعب من شوية مع نادي المقصة وفاز بهدفين مقابل لا شيء. بيراميدز عنده 38 نقطة وعنده مباراة مؤجلة مع نادي فيوتشر. كابتن أسامة، إيه رأيك في اللي إحنا فيه فيما يخص المباراة النهائية؟ طبعاً علامة استفهام كبيرة. طبعاً إن شاء الله ربنا يكرمنا بعد يوم السبت يعني. لا، علامة استفهام كبيرة جداً. أنا كنت شايفك مع أحد، شفت فيديو كنت أنت موجود مع حد من إخواتنا في المغاربة أعتقد، وكان برضو بيتكلم. يعني أنا الحقيقة لفت نظري ان وجهة النظر انهم عايزين يودوا الموضوع للديمقراطية، حقهم طبعا وكل حاجة، ولكن في النهاية يعني كيف يمكن ان تدافع عن باطل وجهة نظرنا يعني. أي. لا احنا اولا وانا يمكن سمعتك برضو في حوارك او في كلامك قبل ما احنا نخش، احنا ما بنتكلمش على المغرب خالص ولا بالزبط. على فرقة الوداد خالص، حقهم وهم طلبوا استضافة النهائي ومن حقهم يدوروا على حقوقهم، فما فيش اي يعني مشكله بالنسبه لنا احنا مع الوداد ولا جمهور المغرب طبعا. احنا بنحبهم ونحترمهم يعني، لكن انت كنادي اهلي بتدور على حقوقك لانك انت عندك ملايين بيتابعوك وبيشجعوك ونفسهم يحصلوا ان شاء الله على البطوله الثالثه على التوالي، وطموح كبير جدا طبعا. فهي علامه الاستفهام الكبيره عند الاتحاد الافريقي يعني. اولا انت ما حددتش الملعب من بدايه البطوله، وده موجود وشايفينه في البطولات الاوروبيه وفي العالم كله، في اسيا وفي اسيا طبيعي. انت انت اتعمل مره وقلنا يا الكف بدا يبقى كويس اهو مظبوط. فهي دي اول علامه استفهام، ازاي البطوله تتلعب وتوصل انت للمرحله قبل الاخيره، وكمان الشكل العام ان شاء الله ان النادي الاهلي في النهائي وغالبا الوداد، وبعدين جيت تختار واحد من اثنين المنافسين البطوله عنده، انت كده بتعمل له. انا اسف، ده تحرك النادي الاهلي من والعوده الى الاوتيل من ملعب التدريب والعوده الى الفندق الاقامه. اتفضل يا كابتن. ف يعني زي ما بقول لك علامه استفهام كبيره، ازاي قبل قبل النهائي بتحدد الملعب وفي مكان الواحد من الفريقين اللي هيلعبوا في النهائي. نعم. فطبعا انت بتدي له كده فرصه اكبر وسط جماهيره، لانك انت برضو مهما بعدت من جماهير مش هتقدر. هتبعت كام؟ بس استاد مثلا بيشيل 50,000، هتبعت انت كام يعني؟ ما كان يعني. فادي اول نقطه، انت بتدي له فرصه. تاني حاجه، انت بتقول السنغال والمغرب هم اللي تقدموا لاخر اثنين يعني، استقر عليهم اللي هم السنغال والمغرب بعد استبعاد نيجيريا وجنوب افريقيا واعتقد الفرقه كان في حد رابع كمان خامس كمان انجولا. فازاي انت تقول السنغال انسحب؟ برضو علامه استفهام اخرى يعني، ايه السنغال قبل ما هو النادي الاهلي النهارده بيستند على ايه في جوابه اللي بعته للاتحاد المصري عشان يبعته على وجه السرعه الى الاتحاد الافريقي؟ استند على يا استاذ عصام على انسحاب السنغال، كان يجب بعد ان تنسحب الدوله الاخرى، هما دولتين، دوله استضافت السنه اللي فاتت ودوله السنغال، شوف السنه اللي فاتت وواحده قبلها ودوله السنغال،
وبالتالي عندما تنسحب دولة السنغال كان يجب على الاتحاد الافريقي ان هو يعمل ايه؟ يقول للناس يا جماعه انسحب السنغال وما بقاش غير المغرب اللي عايز يقدم في خلال 24 ساعه حتى ولا في خلال 48 ساعه يقدم وهنقفل باب الترشح بعد كده. ده لو كان ده اللي بيطلبه الاهلي دلوقتي. ده لو كان الموضوع في الكاف فير. نعم. ليه بقى؟ لانه من الاساس انت لم تعلن مع القرعه، لو انت اعلنت في القرعه على بلد المحبوب على اي بلد المغرب الكايرو اللي عايزه يوصل بقى فريق ما يوصلش عادي جدا. تشامبيونز ليج في باريس مفيش باريس سان جيرمان. تمام ليه؟ معلن مبكرا. لكن انت بقبل تهميده جامده جدا خلي بالك وتكسيره كبيره للنادي الاهلي، هذا النادي اللي كاشف جدا في مساله حصد البطولات وكذا، وبدا يحطم ادارات أندية كبرى في البطولات الكبرى. نعم. كما يحدث من مطبات صناعية اللي دايما بقولها مع حضرتك هنا. نعم. حتى محليا. ليه؟ أنت لا شكاي ولا مقترض ولا كذا ولا ماذا، كل شغلك ما شاء الله بمكاسب وعلى الأرضية الفنية ببطولات. نعم. وبالتالي هما بيوعدوا بعض، أنت بتقول كيف تنسحب السنغال؟ السنغال خلاص فازت بمقصة يا أخرى إنها تاخد السوبر الأفريقي. نيجيريا الملعب المعاقب كما عوقب ملعب السنغال في واقعة مصر، هي كمان هتاخد نهائي الكونفدرالية هيبقى في نيجيريا والسوبر هيبقى في السنغال. تمام ملعب نيجيريا ده اتقال مش بس انه موقوف، اتقال ان دورات المياه ينقصها حنفيات. تخيل لما الكاف يطلع يتكلم عن السباكة. يا فندم انا لسه كنت هسألك في النقطة دي، بس بما ان حضرتك فتحتها، تخيل حضرتك ان امبارح كان طالع من الاتحاد الافريقي عقوبات ضد الوداد والرجاء بسبب لعبهم في مركب محمد الخامس اللي الاتحاد الافريقي معاقبه بان هو قلل العدد ومش عارف بغرامه كام وبكام وبكام وبكام، وفي نفس الوقت تاني يوم بيبعت له جواب بيقول له خلاص خد البطوله الافريقيه او نهائي البطوله الدوري الابطال على ملعب مركب محمد الخامس. طبعاً. اللي انا عامل عليه عقوبات. مبروك عليك، انا عايز العبك في الملعب المعاقب. انا بقول لحضرتك يعني كله عكس بعضه. ما يا كابتن انت برضو ما عندكش هذه الحمايه، انت موفد صحيح ولا يمثل مصر ولا السيد لقجع بيمثل المغرب، لكن لانه العربي المغربي يعني فوزي لقجع فهو يحارب معارك تكبره عند الاشقاء والمسؤولين والجماهير في المغرب، لكن انا الرجل العربي المصري انا بريده كافف ايده وهيقول لك هو انا بريده هو رئيس الاتحاد، هو مش لازم رئيس الاتحاد لكن على الاقل يقول لهم انا مخاصمكم، انا ممكن مش هقعد معاكم بكره، لان هناك واقعه تكسب بلاش عشان مصر ولا النادي الاهلي، لان انت رجل تتحدث عن الفيفا وتتحدث استثمرت فيك الدوله المصريه وكل مؤسساتها وقفت وراك، يعني حتى ما يمكن ان يكون عبر مكتبه الاعلامي لما يقولوا صرح لا تخيل حجم اللي ممكن يعمله لما يخرج هو صوتا وصوره ليعلن عدم رضاه، انا مش هقول رفضه هو في الاخر عضو مكتب تنفيذ، لكن عدم رضاه ويشبكها بانها اساءه للكره الافريقيه مش عشان خاطر الاهلي ولا مصر برضه ماشي. وبالتالي انت فاقد ده. الاهلي خاطب اتحاد الكره اللي المفترض انت عشان الحاجات القانونيه لما تيجي تكلم اي حد يقول لك اتحاد وطني، تيجي تكلم اتحاد وطني يقول لك لا اشكيل الكاف، تيجي تروح الكاس 100% هي واقعه غير مسبوقه، هي هتبقى مش كنترولد، قال لك ان دي خارج الاختصاص، لكن الاهلي يستطيع ان يفعل قضيته اكثر واكثر بايه؟ واحد بالاجراءات اللي عملها والديكومنت اللي بيجمعه ده علشان يقدمه ضمن ملفه. تخيل ان الهاشتاج بس قبل ما حضرتك تكمل، انا مبسوط جدا باللقطه دي لانه طبعا البعض بيرى ان اللقطه دي عادي جدا، ان مثلا واحد زي الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي واحد من افضل شايل ادوات مع الحارس والرجاله، ناس كتيره طبعا ممكن احنا كلاعيبه نشوفها عاديه، لكن انا خد مثل زي لاي حد بيتفرج علينا الشناوي بيعمل ايه وغيره، سيد عبد الحفيظ كان بيعمل ايه وكابتن سيد عبد الحفيظ وميشيل يانكون كابتن ميشيل يانكون، وبالتالي هي لقطات قد تبدو عاديه ولكن ستصدقوني يا جماعه بعد عمر طويل الحاجات دي بتفضل دايما مثال للولاد الصغيرين
بيعملوا ايه؟ يعني مصطفى شوبير الطبيعي ان هو يعمل كده لانه هو لسه صغير. انا اقول لحضرتك اكتر منك انت الكابتن اسامه. لما كنا بنسافر مع فرقنا او منتخباتنا في اوقات بتبقى حاله جميله من اللاعبين والادارات المحترفه، كنا بنفرح لما نلاقي مشهد زي ده وانتم بتشيلوا الادوات او بتساعدوا او كذا. ليه؟ بنحس ان لعبتنا مركزه، لعبتنا وجهازها وعمالها ايد واحده. لا، احنا جايين هنا كفريق عمل واحد. يعني ده استكمالا اللي حضرتك بتقوله عشان الجمهور يوصل له المعنى. انا بقى بقول لحضرتك ان ما يحدث الان من النادي الاهلي هو كاشف. أيوة. يكفي ان واحد من اعضاء المكتب التنفيذي لليوفا الاتحاد الاوروبي يخرج يعني عامل 100 علامه استفهام مع الهاشتاج وبيقول ما اعرفه ان القاره بها 52 دوله، ما الذي يحدث في القاره السمراء؟ ده بيعمل ايه بقى؟ هذا هو ما سياتي للاهلي بحقوق كثيره. ومش هقول لك بقى حال تمسك الاهلي، ما اعلمه انه هيتمسك بحقوقه. السيد الحكم رقم واحد المصنف من النخبه في الفيفا بكاري جسامه، نعم، لن يكون على هواه بعد هذا الفتح العالمي. نعم. ولا الملعب ولا امن الملعب ولا اي حد. طلع شباب الاستاذ عصام بيتكلم وكابتن اسامه الهاشتاج ارجوك لليوم الثالث على التوالي الحقيقه بهاشتاج كبير جدا يتصدر عالميا التويتات. ولما جاي تلعب فيه تشال التاني اللي هو اضاف له ان اعتقد يعني. وبالتالي انت هنا هتحقق. بكاري جسامه مش هيبيع نفسه. هو مع حضراتكم، معلش يا استاذ عصام، مع حضراتكم طبعا عايزين نوصله دلوقتي المليون سبورتي. ان شاء الله يعني عايزين نوصل الهاشتاج ده برضو المليون، لانه في النهايه ما يفعله جمهور النادي الاهلي ملحمه كبيره جدا جدا لمسانده ناديه، وبيقول للعالم كله انظروا ماذا يحدث عندنا. مش بدلا بقى عندنا من كتابه ما هو ممكن ان يكون اساءه ودول كذا والصوص. ده بقى رقي جمهور مصر وفي القلب منه جمهور النادي الاهلي طبعاً. ده يخلي العيون دي تعمل كده، وبالتالي هتخلي السيد بكاري جسامه من اي شيء الا نفسه. ده مصنف من النخبه تبع الفيفا رقم واحد، جوميز رقم اربعه، تمام، اللي هو قد تخيل الناس في مصر بس كابتن اسامه بتحب جوميز اكتر من يعني لما انت لا انا مش بقول انه رقم واحد فنحبه اكتر، انا بقول لك في الحاله دي والقضيه فوكس مش هيقدر يا كابتن يلعب لحساب غيره. انا بقول لحضرتك ولا امن الملعب يبقى. عارف ايه؟ اتمنى وما هياش حاله يعني اسمها ايه خياليه، اتمنى ان يدعو النادي الاهلي نجوم ثلاثة أربعة من المعتزلين الكبار اللي لعبوا مع النادي الأهلي ويضمن لهم رحلة سياحية تبدأ من هنا وتنتهي عقب النهائي بتذاكر المقصورة وكأنه دعويهم للمباراة. خلي الفضيحة تبقى عالمية. ده وكأنه حكم، عارف أنت لما الرجالة تقعد يقول لك حكم الرجالة أهم من حكم القضاء يعني. نعم. تمام. وبالتالي الأهلي بالإجراءات اللي شغالة دي اتحاد الكرة الدولة أشارت له أنه لازم يشوف، فهيشوف لأنه في الآخر الوزير اتحرك وحسن فعل الكابتن خطيب فورا توجه أن الإدارات القانونية عشان يبقى فيه برضو كفرنج اسمه الدولة عندك مزبوط. لكن في النهاية هي قضية النادي الأهلي، هي قضية الملاك الحقيقيين جمهور النادي الأهلي. المجلس ما بينامش الكابتن خطيب، ودي مش مجاملة، إنما تبقى شوية تفاصيل اعتقد الاهلي هيعملها يعني اللي انا بقولها لحضرتك. بما ان الاستاذ عصام يا كابتن اسامه برضو فتح هذه النقطه، لانه مثلا يعني كابتن خطيب بقاله 3 ايام او 4 ايام تعبان بجد، يعني عنده شويه تعب، وانا قلت لحضراتكم ان هو تعبان ولكن اصر ان هو ينزل امبارح واول امبارح من بعد ما الفيفا اتخذ او الكاف انا اسف اتخذ هذا القرار علشان يبقى متواجد في النادي، يجتمع مع الاداره القانونيه ويجتمع مع اعضاء مجلس الاداره ويجتمع مع الناس علشان يشوفه، يروح للاستاذ جمال علام ويكلم سياده الوزير ويعمل الحاجات دي كلها. هيسافر ولا مش هيسافر بكره او بعده هيبان، لكن اللي انا بقوله لحضراتكم ان فعلا الكابتن خطيب يعني عنده شويه تعب شويه، لكن ان شاء الله يبقى كويس بكره ويبقى زي الفل، لانه كلنا الحقيقه ورا رئيس نادينا وكلنا هنفضل في ظهر رئيس النادي حتى يعني ما نصل لنهايه هذه القضيه. اصل في شق بقى مهم في اللي حضرتك قلته. كل هذا التجمع يعني بالضروره ان احنا نقول للعيبه واثقين، معلش بقى ده ماتش كوره هتكسبه، انا هتكسبه، هكذا الاجيال في النادي الاهلي. ده موضوع وده موضوع ان شاء الله، ربنا إن شاء الله عقب يعني الصعود. شوف احترام النادي الاهلي لما يتصل البيبو بالسيد السرار او يوصل له رساله، لن نتحدث الا عقب انتهاء
الجزء الاخر من وراء فلا زلتم تحملون طموح وهذا حقكم. مزبوط. شوف الناس في الجزائر بتتعامل مع الموقف ده ازاي يا كابتن اسلام. نعم. لانه بيحافظ له على فرص والكره ما فيهاش مستحيل. كان لسه معانا كابتن اسامه يعني كريم احمد زميلنا من الجزائر وكان بيتكلم على الاستقبال وبيتكلم حاجه بيقول حاجه يعني كويسه جدا وده على فكره بالمناسبه اللي احنا هننتظره لو ربنا كرمنا وصلنا المباراه النهائيه وخلاص المباراه تم اتخاذ قرار انها هتلعب في المغرب الجمهور المغربي هيقابلنا احسن من كده كمان لكن طبعا. انا بتكلم على اللي بيحصل دايما لماذا هذا عدم العداله ولماذا هذا لانك انا اسف لا اتفضل يا كابتن لا هي بس هي التعليق استاذ اسامه يا كابتن اسامه عدم المنطقيه في اتخاذ القرار ما هو ده نفسي اعرف ليه ما هو ده اللي كل جمهور النادي الاهلي زعلان منه واكيد الكابتن الخطيب رغم تعبه دوت عارف يعني حاسس بالاحساس ده كلاعب واداري ورئيس نادي عارف باحساس الجماهير وانت جبت الهاشتاج دلوقتي اللي 865000 865000 الحمد لله من ساعه ما بدانا كان 500 ده كابتن ده غير ابو مليون وكل ما شاء الله وكل حد بيقابلنا في الشارع بيكلمنا على الموضوع ده ولازم تتكلموا ولازم تساندوا مجلس الاداره ولازم تقولوا ولازم لانه على الاقل يعني احنا بنقدم وجهه نظرنا وحقنا العادل اللي احنا بنطالب بيه زي ما الاستاذ عصام قال على الاقل ان الحكم كمان بكاري جسامه لازم يعرف انه لو حصل انه تم اختياره يعني رسمي يعني لكن يعني ايا كان بقى لو اتغير وانا بقول لحضرتك وعلى يقين من زملاء لو اتغير يبقى اول نجاح للاهلي لانه حتى الان هو معلن بالمباراه فايا كان من هيدير اللقاء المباراة. لازم يحس ان النادي الاهلي ده نادي هو رقم واحد في القارة ووراه ملايين بتتابعه وهو نفسه طبعا. كحكم لازم يبقى محايد وبيدي العدالة للفرقتين مظبوط ده إذا المباراة فعلا اتلعبت أو خلاص بشكل نهائي مهما النادي الأهلي قدم أو حاجة إنها تتلعب في المغرب فعلى الأقل لازم نجري وما نسكتش على حقوقنا لأن كل الناس شايفه الموضوع دوت وكل يعني حتى لو النادي الاهلي بعت للاتحاد الدولي اكيد يعني بتعمل شيء من الضغط وشيء من لانه النادي الاهلي حقه فنتمنى التوفيق ان شاء الله في المباراه الجايه الاول لانه يعني طموح كبير لجماهير النادي الاهلي ان احنا ناخد البطوله دي ثالث مره على التوالي حدث ما تمش قبل كده الا غير في الثمانينات اللي هو 84 85 86 لما اخذنا ابطال الكؤوس واحتفظنا بيها للابد ففرصه كبيره نتمنى ان شاء الله تتحقق بس في وجود جو عادل للفرقتين احنا مش بنقول للنادي الاهلي بس للفرقتين يعني ان شاء الله ان شاء الله هنطلع نشوف زي ما قلت لحضراتكم معايا لقاء مهم جدا لدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي بعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن اسامه استاذ عصام الحمد لله طبعا على اللي احنا وصلنا له والحمد لله على كل الامور سواء بقى الفنيه او الطبيه يعني طبعا انت عارف ان احنا يعتبر في نهايه سيزون الحاله العامه بتاعه اللعيبه الحمد لله يعني على كميه المباريات اللي اتلعبت خصوصا في للاعبين الدوليين مشاركات في كل البطولات زي ما انت شفت يعني مع المنتخب سواء بقى في كاس العرب سواء في كاس الامم معانا احنا في كل البطولات بتاعتنا كاس افريقيا كاس العالم للانديه السوبر الافريقي يعني كميه مباريات كتيره جدا كميه اجهاد على اللعيبه كانت كبيره جدا وخصوصا ان احنا كانت في تلاحم مواسم ما كانش في يعني زي ما بيقولوا اوف سيزون ان احنا نعمل فتره اعداد او كده فبتبقى المهمه صعبه جدا جدا يعني الحمد لله يعني احنا برضو بالتعاون مع الجهاز الفني ومع مخططين الاحمال بنقدر ان احنا على قد ما نقدر نحاول ان نقلل حاله الاجهاد دي على قد ما نقدر نتعامل مع الاصابات اللي هي بتنتج من الاجهادات دي والحمد لله ربنا بيوفقنا طبعا بيساعدنا في ده بيساعدنا كتير جدا
النتائج الكويسة اللي احنا فرقنا يعني إلى حد ما بنحققها دي بتدينا دوافع كبيرة جدا. احنا المسافرين دلوقتي أنا شايف إن الـ 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 الوضع النفسي بيساعدنا كتير جدا في الوضع البدني وفي ناحية سرعة التعافي حتى من الإصابات. يعني كان عندنا المباراة اللي فاتت كان عندنا محمد عبد المنعم ما كانش موجود، كان عنده شد في العضلة الضامة، الحمد لله بدأ تمرينات النهاردة، شارك مشاركة كاملة كده مع الفريق، وإن شاء الله بإذن الله يكون جاهز، وهو فعلا جاهز يعني إن شاء الله يكون تحت تصرف الجهاز الفني في المباراة القادمة. عمرو السولية كان حاسس ببعض الألام كده في العضلة الخلفية، فضلنا طبعا إن هو ما يشاركش المباراة اللي فاتت وجاري تجهيزه، يعني إحنا لسه حتى الآن ما فيش وعد حقيقي بأنه هو هيشارك في المباراة اللي جاية، إنما إحنا طبعا وديت إحنا بنعملها كتير برضو إن إحنا ما بيبقى في عندنا أمل في لاعب من اللاعبين بنشتغل معاه بنجهزه. طبعا المعسكرات اللي زي كده إحنا بنعتبره معسكر مغلق يعني أكتر منه تجهيز للمباراة، ففي حالة الإصابات بيبقى كويس جدا إن إحنا نجهز اللاعبين المصابين، كتير جدا بننجح إن إحنا نجهزهم قبل المباريات. نأمل ذلك مع عمرو السولية ان هو يكون جاهز، ولو ان لسه لغايه دلوقتي ما فيش تاكيدات ان هو يكون جاهز للمباراه القادمه، ان شاء الله يكون كويس ان شاء الله باذن الله. حمدي فتحي برضو عايز اتطرق ليه، يمكن حمدي باصراره الكبير والحقيقه والتضحيات الكبيره اللي بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي، يمكن كان عنده الام في الحوض بتروح وترجع بسيطه، لكن التضحيه موجوده والاصرار موجود، ويمكن الحقيقه ما بنقول عندنا لعيبه رجاله لان المرحله دي محتاجه كده يا دكتور، محتاجه ان يبقى في تضحيه وانكار ذات كبير جدا. طمني على حمدي وبشكل عام بتشوف النقطه دي اصرار اللعيب ازاي وتضحيته ازاي ان هو يرفع اسم النادي الاهلي عليه. ده اللي لسه كنت بقوله لك، ان تتالي وتوالي المباريات مع سواء مع المنتخب او مع الاهلي ده اثر كتير جدا على بعض اللاعبين، ومن اكتر اللاعبين اللي اثر عليهم شويه هو كان حمدي فتحي. الاصابه اللي عند حمدي مش اصابه اللي هي الحاجه الاكيوت اللي هو انا بلعب فحصل لي اصابه، لا هي حاجه ليها علاقه بالاوفرلود انجريز او الاصابات اللي ليها علاقه بالحمل البدني العالي، يعني بعض الالتهابات في الحوض احنا بنحاول ان احنا يعني زي ما بيقولوا نتعايش معاه شويه، ان احنا نحاول ناخد منه احسن اداء بدني يقدر يديه لنا في الفتره اللي جايه. طبعا احنا في فتره صعبه شويه، احنا في سيمي فاينل وفاينل، فالموضوع لا يحتمل ان احنا نقول لا احنا هناخده ونعمل له فتره علاج بقى ونبعده خالص عن المشاركات او المباريات. بنحاول ان احنا نأمنه طبعا ان احنا ما فيش اي تفاقم للاصابه يكون موجود، ده رقم واحد، وان احنا نحاول نجهزه باعلى جاهزيه نقدر عليها في المرحله اللي احنا موجودين فيها دي. هو كويس دلوقتي، المباراه اللي فاتت طبعا احنا بنحاول برضو ما نسيبوش لغايه لما يبقى الاجهاد 100% او يبقى مش قادر يؤدي بدنيا 100%، فبنقلل الحمل البدني بتاعه شويه سواء في التدريبات سواء في المباريات. ساعات بيحالفنا الحظ بده، ساعات ما بنبقاش محظوظين قوي بالاصابات اللي بتجيلنا، يعني كنا بنحاول ان احنا نريحه شويه فجت اصابه عمرو السولية اضطرينا ان يعني نستعين بيه اكتر، فيعني بنمشي الامور زي ما بيقولوا من ناحيتنا، من ناحيه ان احنا بنعمل له جلسات علاج طبيعي وتاهيل مكثفه، من ناحيه ثانيه ان احنا نحاول نظبط الحمل بتاعه بحيث ان هو يدينا افضل اداء في المباريات اللي هيشارك فيها ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يا رب يكون معانا المباراه اللي جايه والفاينل ان شاء الله بكل كفاءه باذن الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه خلينا بقى نروح لشويه فني بالنسبه لمباراه وفاق سطيف، كيف تشاهد هذه المباراه يوم السبت؟ مباراه الناس شايفه ان هي مباراه ليست بالمباراه الصعبه. طبيعي النتيجه اللي اتحققت في القاهره نتيجه كبيره في دور قبل نهائي 4-0. احنا قبل اللقاء يعني كنا بنقول نتمنى ان احنا نكسب فارق هدفين وما يجيش فينا جون، يعني 2-0 ان يبقى احنا رايحين مطمئنين، لان انت بتتكلم على فرقه النادي الاهلي اللي هي اكتر فرقه حاصله على البطولات في القاره، اللي هي اخر بطولتين واخده البطوله التاسعه والعاشره، يعني ثالث مره على التوالي قريبين من النهائي، الفرقه اللي عندها لعيبه دوليين كتير، كل الكلام ده يخليك قريب جدا من المكسب لو انت كسبان 2-0. فلما توصل النتيجه 4-0
وانت زي ما قلت لك بكل حجم خبراتك دوت، المنطق في كرة القدم بيقول والأدائك اللي انت أديته انك انت ان شاء الله في النهائي، ولكن مفيش شك انك انت لازم تحترم المنافس، لازم تحترم فرقة وفاء سطيف، لازم تاخد الأمور بكل جدية لأنك في النهاية هي كرة قدم. لكن بالك وفاء سطيف امبارح كسبان 7-7 ماشي الدولي. شوف فريق ماشي. صاعد طبعا يعني برضو يعني ماشي، بس مع يعني طبعا برضو مع الفارق انك انت برضو بتلعب طبعاً بطل القاره في بطل القاره الافريقيه واكثر من مره في بيلعب في انديه كاس عالم، وعنده 7-8 لعيبه منتخب مصر ومنتخبات تونس ومالي وكمان حتى اللعيبه اللي ما بتاخدش منتخب هي اصلا دوليين. فيعني اعتقد ان المباراه ان شاء الله باذن الله هتبقى في متناول النادي الاهلي. وكمان المكسب 4-0 هيخليك تروح تأدي هناك بثقه اكتر وراحه اكتر. يعني تملي لما بتبقاش مضغوط قوي هتلاقي تمريره مظبوطه، هتلاقي لما بتروح على الجون بيبقى تركيزك اكبر مش متوتر لان النتيجه مديالك اطمئنان، ولكن زي ما انا قلت بجانب انك انت تاخد الامور بجديه. وانا شايف ان النادي الاهلي في المباراه دي تحديدا، يعني احنا في مباريات بنقول ايه نلعب نص ملعب ونلعب بثلاثه ارتكاز ونلعب متحفظين، انا شايف بالعكس النادي الاهلي المفروض يروح يهاجم من البدايه. لانك انت معنى انك انت تجيب جون واحد ان هم محتاجين يكسبوا 6-1. فاعتقد انه ان شاء الله الامور في متناول فرقه النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي في النهائي من وجهه نظري. يعني طبعا دي لحظات وصول لعيبه النادي الاهلي الى فندق الاقامه في الجزائر بعد انتهاء تمرين النهارده. استاذ عصام برضو اعرف رايك في هذه المباراه والمباراه اللي فاتت والمباراه اللي جايه. شوف الحصه الثانيه او الشوط الثاني من مباراه وفاق سطيف، كابتن اسامه ما شاء الله عرفها فنيا بسهوله جدا كانه بيكلم لعيبته على سبوره. يعني هي يبقى بقى ايه الحاجات اللي هي التوابل، يعني يبقى انه حمدي فتحي ما يزعلش على كوره بناقص تاكلينج، يبقى ان ايمن اشرف ما يشعرش بظلم مع مكاتفه، خلاص ثانك يو ريفري مفيش كلام. ليه؟ قد يكون بدايه المؤامره من هذا الملعب ولا شأن لوفاق سطيف خالص، كله عايز يورطك مع الجمهور. عشان كده بقول لبعض اصدقائنا في المغرب يا اخوانا لما نقول الاهلي يلعب في الجحيم وطالما في فار الاهلي يلعب وفي اي نار ملعب، يعني ليس المغرب هو الجحيم، لكن ما يحدث لإيقاعك مع أشقاء. أولا دي مش منتخبات عشان يعني تبقى زعلان، وانت لعيب النادي الأهلي زي ما فيه وداد فيه رجاء قاعد برضو مستني، مفيش نادي بيحب مكسب التاني ولا تقول لي من بلد وأوروبا نفسها بهذه الشياكة كده طبعا. فبالتالي اللعيبة محتاجة تكلم بعض كده، الكابتن سيد أكثر خبرة ويقول لهم كده، الكابتن حسام غالي كمان هناك ويقول لهم كده، وبالتالي مجموعة من العوامل جنبا الى جنب. وانا مصر ولست بحالم ان النادي الاهلي يتوجه بالدعوه مثلا لليويس فيجو، يتوجه بالدعوه لبعض النجوم، احنا محتاجين 3-4 نجوم من الذين اتوا للعب مع النادي الاهلي تمام، يتكفل برحله سياحيه تبدا من اهرامات الجيزه ونيل القاهره اللي عليه المقر الرئيسي للنادي الاهلي مرورا بالشقيقه المغرب وفي كازابلانكا وكذا. ليه؟ طول ما انت حاطط القضيه دي فوكس لن تموت. لأن هذا الاستمراء يصعب فهمه. كان هناك السيد سليم شيبوب ولم يكن يستطيع أحد الغمز واللمز، كان في أعظم حكم في القارة ما كانش بيلعب إلا الواحد بس اسمه سليم شيبوب. لكن الأهلي نجح في إيقاف الترجي بماتش كورة سليم شيبوب كان ناقص يبص له في المقصورة، الراجل كيم لي شونج ده كان ناقص يبص له في المقصورة، ما هو ده ما كانش بيلعب مع حد الحقيقة، لكن هو الراجل ده كان موصل له العالمية وكان راجل باور غير عادي يعني. وبالتالي هذه الأشياء هي عظمة الفرق الكبرى. حبذا بقى لو اللعيبة تبقى مركزة كمان مع اللي هم اتعودوا عليه، أن الإدارة ويمثلها محمود الخطيب وهو من هو في كرة القدم وزير سابق ونائب رئيس النادي، هذا التكاتف اللي هيبقى موجود هناك مع اللي سافرنا في المغرب وطمأنة غير عادية. الدولة المغربية بقى ما هياش هتبص على فكرة ان علاقتها بالشقيقة مصر تبقى تحت وطأة اتنين بيلعبوا بعض ريست لجع وبريدة او غيرهم او غيرهم،
واخد بالك؟ وبالتالي المساله يا كابتن في يد لاعبي الاهلي، صحيح هي كره قدم لكن هي في ايديهم يعني. وبالتالي المشهد اللي الاهلي عمله سيحسب له عبر التاريخ، انه بيجود للقاره، وانه لما جه متسبي، وحضرتك فاكر واعتقد الكابتن اسامه كان برضو كمتابع ساعتها عشان في الميديا يعني اكتر منه كضيف، كان الكابتن معول كثيرا، والراجل كان بدا يسمع منه ويسمع من الراجل بتاع مازيمبي، وبدا يقول له اوروبا انا عندنا كوره، والراجل جاي راجل يا عم مالتي ملياردير. لكن في النهايه العصبه دي اتلمت عليه لنمشيك من هنا، فهو عايز يفضل وينعم بحكايه رئيس دي برضو ملهاش دعوه بالمليارات، واخد بالك؟ وبالتالي ولا يوم من ايام يعيش حياته الحقيقه يعني. ليه؟ لان هذا الرجل كان يعمل لصالح. انا بشوف الناس كلها دلوقتي بتقول لك لا لا ده للامانه يعني لصالح، لانه كان هامش الاخطاء والفساد اعلى شويه من اوروبا، لكن معقول، لانه لما جه وطاح بيه، جه وطاح بيه امتى؟ لما جت الحكايه صغرت في المقاسات بعد بلاتر برضه بكل فساد، فبقت انفنتينو احد من عامله مثلا في الشؤون القانونيه لشركه رجل اعمال مصري، خلينا صراحه اهو تمام، دفعت بيه مافيا كره، ايوه مافيا كره القدم الى سده الحكم تمام. فياتي ويذهب مع الرجل ثم ياخذ حقه. وفي واقعه شهيره لما كان في مدينه جروه، حيث منزل السيد عيسى حياته، راح يبارك له قال له انت كنت عايز يعني زي بنقولها احنا هنا تكفني وانا حي، لكن الله موجود. سبحان الله خلت لها يعني. وبالتالي ساذكر التاريخ ان النادي الاهلي بباوره وبقوته اهو لا بيكشف عن فساد لقاره بكر، قاره فيها مناجم بتنهب لحساب اوروبا في كره القدم. وبالتالي بقول لحضرتك النصف الثاني من المباراه او بدايه النهائي تبدا في الجزائر العاصمه وفي ملعب 5 يوليو او سانك جولي زي ما الاشقاء بيسموه، وبالتالي يذهب الاهلي بعدها الى النهائي. الاهلي سيلعب في اي ملعب، لكنه برع في اثبات كامل حقوقه يا كابتن صح. اسلام ولن يتنازل عن حقه ولا حق خالص خالص ولا حق، وده اللي خلى الامر التهاب في ال 24 ساعه الاخيره. ومستشار السوق لمتسبي اللي مش فاهم ان هو كمان بيتفحت له لحساب اخرين، يلا بقى ابعت جواب للمغرب، يلا حطوا البتاع الترك بتاع اسوان ده بتاع الفرح وقات الفرقه والنهايه عندكم، يلا بقى مش هو رايح بينا المحكمه، انا رايح معاك المحكمه، يلا اتفضل عشان تشوف شكلك هيبقى ايه. نعم. بدل ما تقابل في تشامبيونز ليج والناس تقول لك تشيك هاند مستر بريزيدنت، هيقول لك ايه مكانك هنا يا سيد متسبي اتفضل. لا بكل المقاييس يا كابتن كره القدم صناعه، احيانا المافيا بتوجهها لكن مش بهذا السوء يا كابتن. انا مع حضرتك 100%. خلونا نطلع نشوف ماذا قال محمود متولي لزميلنا كريم احمد، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع برضو نكمل كلامنا مع كابتن اسامه عرابي واستاذ عصام شطو. طبعا برحب بيكم الاول، برحب بكل جماهير النادي الاهلي، وطبعا الفتره فاتت ما كانتش فتره سهله خالص على التيم ولا على الجهاز ولا اداره ولا جمهور، من عامه زحمه ماتشات كتير قوي وافريقيا ودوري، مضطر ان انت لازم تبقى تلعب باسم الاهلي، فانت لازم تبقى دايما رقم واحد. بالنسبه للماتش طبعا عملنا نتيجه كويسه هناك، بس طبعا الكوره وارد فيها كل حاجه، فلازم نحط ده في اعتبارنا. ولما بنتكلم مع بعض لازم طبعا بنقول الكلام ده وبنبين قد ايه الكوره يعني ملهاش دايما في متغيرات يعني. ف كل اللعيبه عارفه مسؤوليه الماتش قد ايه هو مهم، احنا لسه ما وصلناش فاينل، احنا لسه بنلعب دور الثاني العوده بتاعه السيمي فاينل، فكلنا مركزين ان الماتش احنا نازلين ماتش 0-0 مش كسبانين 4 ولا حاجه، فان شاء الله باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه برده هناك باذن الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله نوصل فاينل ان شاء الله. يمكن جمهور النادي الاهلي بيطالب على طول بالمكسب، لكن في ظل الضغط وفي ظل الظروف لازم يبقى في بدلك للعيب، لازم يبقى في بدلك للمدير الفني، لازم يبقى في سوء توفيق بشكل عام للفرقه. بتتعاملوا ازاي مع الامر ده؟ بتقعدوا مع بعض تتكلموا ازاي؟ وكمان يا متولي كلمني على قيمه الكابتن محمود الخطيب لما بيتجمع معاكم بيكلمكم في الظروف اللي محتاج ان فريق النادي الاهلي يكون بيسمع كلام من رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. بص هو طبعا الاهم في الموضوع ان دايما يكون في نظام التزام، دي الحاجات اللي بتوفق، ودايما زي ما انت بتقول كده في اوقات بيبقى فيها بادلك، بس هو التوفيق ما بيجيلكش غير عن طريق الالتزام، وان انت تبقى تيم واحد كله بيفكر في التيم محدش بيفكر في نفسه.
وده اللي احنا شايفينه كان باين قوي الفترة اللي فاتت، وان شاء الله يستمر. يعني طبعا كابتن محمود الخطيب كقيمة، يعني في قيمة اجتماعية، يعني قبل ما يكون رئيس النادي بتاعك انت لما بتكون قاعد تسمع كلام منه طبعا تسمع كلام من قدوة تتمنى تبقى زيه في يوم من الايام، فاكيد طبعا الكلام بيأثر وبيبقى ليه دور كبير في ان انت ازاي تراجع نفسك، ازاي تفكر كويس في ان انت تبقى دايما في قمة. يعني الموضوع ما بتاخدوش على ان انت بتسمع كلام من حد وخلاص. كابتن محمود بعيد عن ان هو دايما سبورت للعيبة ودايما بيشوف، هو خبرة اكيد عدى على حاجات كتير قوي من اللي احنا بنشوفها دلوقتي وبيفيدنا بخبراته. ودايما الجملة اللي انا بحب اسمعها منه ان انا بقول لكم نصايح مش بلزمكم. هو بيحاول يوصل لنا ان انتوا قد المسؤولية. فالفكرة كلها في انه قد ايه بيبقى واثق في اللعيبة، قد ايه بيبقى واثق في الجهاز الفني. الثقة دي بتتحول علينا في الملعب ان احنا نبقى خلاص، يعني نبقى كل واحد عارف دوره وعارف مسؤوليته ولازم قد ايه يبقى في التزام بره الملعب وجوه الملعب، ودي حاجات لازم تكون موجودة في تيم دايما بينافس. يعني مباراة المبارك في مباراة فاكس ستيف خلاص، يعني نقدر نقول ان احنا بدينا زي ما انت قلت متولي 0-0. جمهورنا كان الحقيقه كان ادى رساله كبيره جدا ودعم كبير جدا. هنقابل على الجانب الاخر جمهور كبير كالعاده طبعا مباراة فاكس ستيف. التعامل بيبقى ازاي في الامر ده، لان الخبرات كبيره جدا الحقيقه في النادي الاهلي وانكار الذات كبير جدا، وده سر من اسرار النجاح. مين متواجد مين مش متواجد، الهدف والنجم هو النادي الاهلي. طبعا دايما كل فريق في ملعبه بيبقى مختلف، بس هنا بيبان شخصيه كل فرقه وهو بيلعب بره ملعبه، سواء كنت بتلعب فاينل سواء كنت بتلعب ماتش ذهاب او عوده. الفكره كلها في ان انت شخصيتك لازم تبقى حاضره دايما في كل الماتشات، سواء في ملعبك او بره ملعبك، لو جمهورك الموجود او جمهور المنافس. طبعا مع احترامي لجمهور فريق ستيف، اكيد جمهور كبير برضو، لكن في الاول وفي الاخر انت دايما بتلعب تحت ضغط جماهيري. احيانا بيبقى سبورت ليك، بيبقى برضه عليك ضغط ان انت لازم تسعد الناس اللي موجوده في المدرج اللي جايين يشجعوك. ومن الناحيه الثانيه انت بتبقى عايز الجمهور بتاع الفريق المنافس يسقف لك بعد الماتش. فانا بشوفها دايما حاجه ايجابيه بالنسبه لي، لازم افكر فيها كده علشان اقدر استغل الجمهور الموجود في الملعب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، كيف سيلعب النادي الاهلي من وجهه نظرك في المباراه القادمه يوم السبت؟ اعتقد ممكن يعمل تغيير او تغيير. كان نفسك يلعب زي ما هو، لكن انت بتقول هو بقى مستر موسيماني هيلعب ازاي؟ انت عايز وجهه نظر، يعني وجهه نظره هو. انت قلت وجهه نظرك من شويه. بص، هو انا اعتقد ممكن يعمل تغيير او تغييرتين ممكن. يعني انا شايف ان مثلا واحد زي محمد شريف بقاله فتره ما بيلعبش كاساسي، يديله ياخد ماتش زي ده. وجايب جون الماتش اللي فات، وشريف لما يتغير هو اصلا جون بنفسي كمان يا كابتن، جون حلو جدا. حلو يعني. جون حلو قوي. يعني استعمل فيه الحاجات اللي كان بيعملها من فتره ببساطه جدا. فواحد زي شريف لما يلعب ده راجل اساسي اساسا، يعني هو الاساسي، يعني مش هو ممكن مثلا بيرسي تو يلعب على طرف من الاطراف. يعني برضو قفشه يعني نفسي يلعب دور طويل شويه، لان الاثنين دول في مكانه او يلعب في مكانه ودور طويل شويه، لانه الاثنين دولت من اعمده فرقه النادي الاهلي وبعدوا شويه الفتره اللي فاتت. يعني فرصه ماتش زي ده مش طبعا مع احترامنا الكامل لفرقه وفاء سطيف، لما كان انت بتتكلم في شريف وقفشه دول اساسيين اساس، يعني ما يعتبروش احتياطي. يعني ده بالعكس، يعني مثلا انت عايز الكابتن يخليهم اكثر بقى جاهزيه. ايوه، انه لسه في ماتشات جايه ومنها ماتش النهائي ان شاء الله. برضو مثلا واحد زي علي معلول، واضح انه من كتر اللعب محتاج راحه شويه. يعني الماتش اللي فات تحس انه كان اقل شويه طبعا. يعني مش قادر. يعني اللي كان فايقين قوي في الماتش اللي فات بيرسيتا وديانج، يعني هم دول اللي كانوا فايقين قوي. طبعا في مجموعه ثانيه ادت بشكل كويس، ولكن هما دول يمكن كانوا فايقين قوي. يمكن علي معلول بقاله فتره شويه محتاج يرتاح وحد يلعب، لكن وجهه نظر مستر موسيماني ممكن يلعب بنفس الشكل بنفس الفرقه، يعني ما يغيرش حد على الاقل في البدايه. ممكن يلعب ببيرسي تاو وتحت الثلاثه اللي لعبوا، ويلعب برضه يبتدي بعلي معلول عادي ويغير بقى اثناء اللقاء.
هو في الماتشات اللي زي ديت بيلعب تملي تلتين ملعب او نص ملعب، وبيلعب لما الفرقه الثانيه تتقدم. خلي بالك فرقه وفاء سطيف عندها مشكله كبيره جدا. انا حاطط نفسي مكانهم ان انا مغلوب 4-0 دي لو دخل فيها جول انا محتار ان انا هاجم بشراسه بالدفاع قوي عشان اعوض الاهداف دي، لانه عنده امل ان شاء الله 1 في المليون، يعني عنده طبعًا امل طبعا الكره فيهاش مستحيله كابتن. وبنفس الشيء هيبقى مفتوح ورا، فانا شايف ان النادي الاهلي مفروض يلعب عادي ويهاجم ويلعب بجراه، لان النتيجه كبيره كبيره كبيره، يعني مش قليل. وسهل قوي يجيب اجوان هناك، خاصه ان خط ظهر فرقه وفاء سطيف في المباراه الاولى واضح جدا ان في مشاكل. الراجل اللي كان بيظبطهم خد كارت احمر كمان. فما بالك بقى لو هو مجازف انه يلعب لقدام، فهيبقى في مساحات كتير قوي. لكن الله اعلم بقى مستر موسيماني هل هيلعب برضه بنفس الاسلوب اللي هو بيلعب بيه تملي، انه يبقى بيلعب متحفظ شويه ما بيضغطش من قدام قوي بالذات الماتشات الخارجيه يعني، ويلعب على هجمات مرتده ويستنى شويه يمتص حماسهم في الاول، لانه هو لو فرقه وفاء سطيف عدى منهم 25 دقيقه او 30 دقيقه ما جابوش جون، يعني معنويا هيبتدوا هم نفسهم احساسهم ان صعب قوي وهم بيلعبوا النادي الاهلي ان يقدروا في وقت قليل يعوض 4 اهداف يعني. فانا شايف انه النادي الاهلي يلعب باي اسلوب، سواء بيضغط من الامام قوي يقدر يكسب كمان هناك، وحتى لو لعب نص ملعب او متاخر واستنى اندفاع فرقه وفاء سطيف ولعب على هجمات مرتده، خاصه احنا عندنا سرعات زي بيرسي تاو زي الشريف لو لعب زي طاير زي الشحات احمد عبد القادر كلهم عندهم سرعات فسهل كمان يستغلوها، فسواء لعب كده او لعب كده النتيجه اعتقد مدياك انك تلعب باي شكل انت عايزه. يعني تدور الطريقه الكويسه من وجهه نظرك وتلعبها في الماتش ده. وكمان يعني هتديك فرصه انك تريح بعض الناس في وقت معين من اللقاء، زي ما قلت لك، خاصه ان لو مر 25 نص ساعه ما فيش مثلا اهداف او انت مثلا قدرت تجيب جون، فسهل انك مثلا واحد زي علي معلول لو هو ابتدى بيه اريحه مثلا الشوط الثاني ما جدوش، واحد زي شريف عايز اديله اكتر لو ما ابتداش يبتدي مثلا من بدايه الشوط وهكذا. مجدي قفشه بقى له فتره ما بيلعب تلت ساعه و25 دقيقه يلعب زمن أطول. فعندك فرصه يعني الماتش ده انك تعمل حاجات كتيره يعني. ايه رايك يا استاذ عصام؟ انا مع الجانب الفني الكابتن اسامه طبعا، يعني ما شاء الله كل ثقه من زمان في رؤيه الكابتن اسامه، واحد من المدربين الشطار يعني. لكن انا حابب بس انه الراجل ده مش هيغير قوي، لكن اتمنى بس انه ما يدورش على 3 ديفندرات دي خالص، حتى لو لعب زي ما لعب بالظبط هنا، لكن يمكنه بقى يدي شريف فعلا، وحتى لو مش عايز يدي قفشه الاول، لانه ممكن يجي في دماغه يقول لك ده ماتش ايه خليني زي ما انا وبعدين ادي قفشه الماتشين الدوري لما اجي مثلا. تمام، موافقين. لكن لو هيغير ناحيه الشمال كابتن اسامه لما عدلها قال مش من اول الماتش، عشان ما تبقاش برضو المنطقه دي بخبره مش متزايده عند محمود وحيد، يبقى ظلمناه من ناحيه ومن ناحيه تانية يبقى فرصه للي قدامه، على الاقل الايمج اللي عمله يفضل محافظ عليه موسيماني والتيم. لكن لو عايز يريح يزق ايمن اشرف هنا ويلعب سرد باك تاني محمود متولي مثلا. تمام، فيبقى قافلها خالص ويظل على طريقته اللي هي اتنينات دي مع رباعي الوسط، وبالتالي هتضمن له الايمج. الاهلي اول ما بيرجع يا كابتن اسامه للايمج بتاعه انه مش قلقان، التيشيرت ليه بريق يا جماعه، لكن طبعا. وانت زيك زي غيرك خلاص، ايه المشكله يعني؟ وبالتالي يا رب يعمل الجزء بتاع انه يلعب بنفس طريقته، لكن يدي شريف لانه هيحتاجه جدا ان شاء الله اذا ما وفقوا باذن الله النتيجه تخدمه ويبقى رجله الاثنين في النهائي ثم ماتشين الدوري لانهم مهمين جدا برضه، وبالتالي يقدر يحفظ على توازنه ده ويريح علي معلول المجهد جدا، حتى وهو عيني بيرفع الاوفر عصبي، مش عصبي على زمايله، هو يعني مشدود قوي يعني بتبان، وفي نفس الوقت يبقى كسب التيم كله على بعضه بقى، يرجع تاني بيعمل يعني روتيشن زي اجيالكو اللي هو روتيشن من 20 كلهم شبه بعض، اللي بيقل بيقل يعني مفيش واحد من 100 في الالف، واخد بالك؟ يبقى كده
ما شاء الله موسم اكثر من رائع ان شاء الله للنادي الاهلي. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله ننتظر مباراه مهمه تليق باسم النادي الاهلي وتليق طبعا باسم نادي وفاق سطيف، ويفوز ان شاء الله النادي الاهلي ويستطيع الصعود للمباراه النهائيه، وساعتها بقى هيكون لكل حدث حديث. بشكرك جدا يا كابتن اسامه على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا يا اسلام، الله يخليك. شكرا جزيلا يا استاذ اسامه على وجودك معانا. شكرا يا كابتن، وان شاء الله حلقه كبيره نهني بعض باذن الله بال11 ونحط النجم معاك يا رب. دي اهم حاجه، ده انا نفسي عشان قناه عامله لها مكان طبعا موجود. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ستظل دائما قناه النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي في كل القضايا اللي بيخشها النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله بكره هيكون معاكم ملك وكتابه ان شاء الله، وهنشوف وجهه النظر المهندس عدل القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي فيما يحدث في هذه الامور. ان شاء الله يوم السبت المباراه، ويوم الاحد نرجع لحضراتكم مره ثانيه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوف حضراتكم يوم الاحد على خير.